أخبار اليوم. في إطار الجهود المبذولة لرصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مرافق ومنشآت الدولة ومؤسساتها وضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد أمكن لقطاع الأمن الوطني رصد وكشف مرتكبي عدد من الوقائع والأعمال التخريبية بنطاق محافظات الجيزة الشرقية والغربية، وذلك على النحو التالي: محافظة الجيزة، في إطار كشف ملابسات واقعة استشهاد أمين شرطة من قوى قطاع الأمن الوطني أثناء توجهه لمنزله عقب خروجه من مركز شباب قرني بني مكدول بكرداسة، فقد أمكن تحديد منفذي تلك الواقعة وعددهم 6 من عناصر لجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان، والتي تطلع بارتكاب أعمال العنف واستهداف رجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة عقب قيام قيادات التنظيم الإرهابي باستقطابهم لصالحه من خلال إقناعهم بالمفاهيم الدينية المغلوطة لصحيح الإسلام. وقد اعترفوا بارتكاب العديد من الوقائع ضد المنشآت الهامة ومؤسسات الدولة واستهداف رجال الشرطة بمنطقتي نهية وكرداسة ضمن أعضاء ما أسموه بمجموعة المقنعين. الاسم أحمد حسين فارق صفار، اسم الشهرة أحمد صفار، مقيم ب49 شارع أحمد ناصر نهية كرداسة، مواليد 15/4/1985. انضميت لجماعة مجموعة الملثمين والإخوان عن طريق واحد إخواني اسمه وليد العدس. من ضمن العمليات اللي أنا شاركت فيها حرق مجلس المدينة بكرداسة وحرق الصرف الصحي. أحمد حنفي وبكر أحمد وشهرتي أحمد يوسف، مواليد 9/8/74، تاجر فوط من ناهية البلد. شاركت الاعتصام اعتصام رابعة مع الإخوان لحد قبل العيد بحوالي أسبوع، رجعت ناهية. بدأت أشارك في المصيرات في ناهية لحد ما تعرفت على شخص اسمه أحمد فتحي الخشني، عضو في الإخوان وقيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية. أحمد بدأ يكلفني إن إحنا نلعب على العمل الاقتصادي عشان خاطر نهز اقتصاد البلد، وبدأ يكلفنا بالعمليات اللي نقوم بيها اللي كان من أولها الصرف الصحي في ناهية، وكابل كهرباء في ناهية، الوحدة المحلية في ناهية، مجلس مدينة كرداسة، شركة آيس مان. محافظة الشرقية، رصد وكشف إحدى الخلايا التنظيمية التابعة للجنة العمليات النوعية في تنظيم الإخوان الإرهابي بمدينة الزقازيق، والتي اطلعت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة بالمحافظة، واعترفوا بارتكابهم وأعضاء خليتهم العديد من العمليات العدائية ضد المنشآت الشرطية والعامة والسكك الحديدية وتفجير أبراج الضغط العالي وإشعال النيران في محولات الكهرباء ومكاتب البريد واستهداف رجال الشرطة والجيش بالمحافظة. أنا اسمي محمد سعد أحمد الشمالودي، أسكن بقسم الجامع. أنا كنت بساند الشرعية، ولقيت يعني لما رجعت من الرابعة تعرفت على واحد اسمه الدكتور دي من بنها. أول حاجة عملناها إن إحنا عملنا برج كهرباء، جبنا العبوات وحطيناها عند البرج، بعديها عملنا عملية تانية نحط العبوة عند القضيب السكة الحديد تحت القضيب السكة الحديد، وظبطنا الوقت عشان نص ساعة مع قبل ما نمشي، وبعد نص ساعة فعلا العبوة انفجرت. محافظة الغربية، رصد وكشف إحدى خلايا لجنة العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالمحافظة، حيث تم ضبط 28 من أعضاء تلك الخلية. أسفر تفتيش محل إقامتهم عن ضبط 4 عبوات ناسفة زنة الواحدة 7 كيلوغرام وبعض المواد الكيميائية، 4 فرد خرطوش محل الصنع، بعض الذخيرة الخاصة به، 4 سيارات، دراجة بخارية، عدد من الألعاب النارية والزجاجات الحارقة، بعض المبالغ المالية. وقد اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع التخريبية، منها إضرام النيران في محلق أقطان ومحولات الكهرباء واستهداف سنترال طنطا ومكتب بريد كفر الزيات وقطارات السكة الحديد. اسمي أحمد متولي محمود أمين، من قرية كفور بلشين مركز كفر الزيات، سني 27 سنة، مؤهل دراسي ثانوي أزهري، شغال عامل باليومية.
كنت بداتي مع الاخوان من وانا صغير، حضرت معاهم شويه في رابعه. واحد اسمه الاستاذ عيد رصد كلمني ان انزل معاه فعاليه سلسله، جينا قطعنا فيها طريق، جينا بعد كده حطينا قنبله صوت عند مدخل كفر الزيات، نفذنا المحول بتاع كفر القصاد والمحلل الوقت. وستواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة والحاسمة للقضاء على الإرهاب وعناصره. رعى الله مصر وبارك شعبها العظيم.